غالية غالية تشوي. ولا احنا خمسة في العائلة ومانيش خالتين، الغلة راهو فيها معناها من بعيد لبعيد، الحوت زاد كذلك مانيش خالتين جمل. كنا عايشين في أمان، الحمد لله الخضرة متوفرة للزوالي، توا ما عادش بنت. يا أخي شبينا ولينا نشوفوا كاين القفيف الصغيرة، وينها القفيف الكبيرة؟ بنتي ما عادش خالتين ولا ولا بنتي لا عاد خالتين. وش خديت اليوم؟ هاك تشوف باكو فرينة باكو سميد ودبوزة زيت. قداش تكلف؟ والله بنيتي قربت ال 12000 حاجة. 12000؟ أي 8 5000 حاسبي له 6000 الدبوزة والسميد والفرينة. ما فماش الزيت الاخر؟ لا ما فماش زيت الحاكمه، فماش جمله بنيتي والله لا فما جمله. وحتى كان فما لهنا عندنا في العطاره يعطيوها بالوجوه، اللي يقضي من عندهم يعطيوه، اللي ما يقضيش ما فماش، ديما ما فماش. ها توا المعيشه ما زالت غاليه؟ غاليه تشوي بنيتي، غاليه غاليه تشوي. ولا احنا خمسه في العائله ومانيش خالتين، الغله راهو فيها معناها من بعيد لبعيد، الحوت زاد كذلك مانيش خالتين جمله. جملة ما نشخلتين حتى على شيء. ماشى في هاوية تونس، الله يهلكهم، الله لا تربحهم ولاد الحرام السراق، الله لا تربحهم، والله العزيز كنا احنا هكا ما كناش هكا، ولا سبنتي لا كنا هكا. كنا عايشين في أمان، الحمد لله الخضرة متوفرة للزوالي، توا ما عادش بنتي الشيء هذا كل ما عادش، كان البراكاجات، كان السرقة، كان ما عادش تونس ماشية في ماشية الأفسد السافلين زيد. خلاص بنتي نرجع بيه، قلت لي العطار يبدا عنده زيت لكن ما يعطيش، يعطي كان بالمعارف ويعطي كان للي يقضي من عنده برشا، هذا مش احتكار؟ احتكار وسرقه ونهبه، وما فماش مراقبه، ما فماش دوله، ما عادش خلاص بنتي لا عاد والله ما عادش. البلاد مسيبه ما يحكم فيها حد، مسيبه البلاد، تعرفوا معناها مسيبه؟ مسيبه البلاد. كمواطنة تونسية اليوم شو الرسالة اللي توجهها للقيس؟ إن شاء الله يا خيتي ترجع تونس كما كانت، وإن شاء الله نرجعوا كما كانت، معناها والزوالي يعيش فيها، ويتنحى علينا هالبراكاجات وهالسرق وهالجرائم اللي قاعدين نسمعوا فيها كل يوم، إن شاء الله يا ربي. معناتها تحس في روحك في أمن في بلادك وأمان؟ جملة جملة، ماذا بيا ولادي وأنا، ماذا بيا من التسعة متعلينا بداوا في دويرتنا ومسكرين بابنا وقاعدين على روحنا، ولا ما عادش. شو المشاكل اللي تسمعها تصير لبرا؟ ها وخيتي براكاجات، ها واحد صاحبه دغرو، ها واحد عمل عركة، ها ما فماش معناها الأمن، ما عادش يحصر. قبل كان الرافل موجود وكان الحكم يدور في البلاد وتسمع كان الشرطة تحكي، توا ما عادش. مش تراب وليس هنا في 5 ديسمبر كان بعد وينوي، والله العزيز كان كتخذ، قالت المرأة والله راس بنتي.